أنا بعرف إنه اللبنانيين اليوم زعلانين لأنه الإعلام هضم الأشياء اللي عم بتصير بالفروقات اللي موجودة بين عدد من الأفرقاء من نواب 13. أنا بدي أقول لهم إنه نحن بنعرف وبنحترم صوتهم ونحن عم نشتغل لإزالة كل الأشياء اللي بتفرقنا ونبني على الأشياء اللي بتجمعنا وهي وأهم شيء 17 تشرين. نحن واعيين للمسؤولية كتير، هيدا الشغلة قد ما بتحزنهم بتحزننا ونحن ما بنريدها، وكلنا عم نشتغل بنفس الطريقة وبنفس القوة وبنفس النية إنه ما نتفرق وما رح نتفرق إن شاء الله.